في احريه تداول المعلومات، ان منين عرف ده مجرد ما بيتفتح باب التصدير من هنا بتجد الرز طالع بتحمل على عربيات وطالع على المراكب، وكان الاتفاقات ممضيه من قبلها بفتره. وفي حين ان هو الاعلان عن فتح باب التصدير المفروض انه بيبقى فيه نوع من انواع التكتم لمرحله معينه عشان يعلن عنه. هو الفكره ان التكتم ده مش موجود، ولا هنا بيظهر الفساد؟ هنا مشكله التكتم مش موجود، لانه بيتسرب بيبقى معروف قبلها انا هفتح لكم باب الرطب مثلا، او هيتفتح باب التصدير ايا كان عارف ازاي، انا هيتفتح باب التصدير كمان 6 شهور مع بدايه المحصول القادم، لا ده نص الفتره القادمه، وضغوط غير عاديه من المصدرين والتجار على الجهات المعنيه بشكل او باخر. ده في حد ذاته علامه استفهام كبيره. انا عايز اقول لحضرتك ده نقطه. النقطه الثانيه بقى وهي الاهم، ان انا بشتري بثمن بخس من الفلاح الغلبان اللي طلع عينه، وفي نفس الوقت اما باخد بالثمن البخس ده وبصدره بره، انا بصدر ميه. ميه تفيد كتير جدا في محاصيل، دايره الاقتصاد الكلي تقول لك ما ينفعش ان تصدري الرز ده بالشكل ده. النقطه الثانيه بقى في المرحله دي، ان جينا احنا قلنا اكتوبر ان هو باختصار شديد كده وبوضوح شديد انه فتح باب التصدير. في يناير في اثناء المناقصات اللي بتجريها وزاره التموين ما بقتش قادره، من اول يناير فبراير مارس ما بقتش قادره انها تاخد من السوق المحلي لان اسعار الرز بترتفع، ومع ذلك فضلت فاتحه باب التصدير الرز لغايه شهر 4 تم الايقاف. طب انت ازاي انت واقف كل ده منتظر ايه وانت شايف ان المخزون المحلي بتاعك مش موجود؟ اهم من ده كله ان الوزاره كان ليها سياسه معنيه بانها بتاخد كل من المحصول الرز مباشره كميات بتخزنها في مخازنها، لان دي سلعه استراتيجيه واساسيه. السنه دي الوزاره تخلت عن هذا الامر، فبقى كمان وكل الزيادات اللي احنا بنتكلم عليها ده زود الازمه، ده زود الازمه اكتر، لان هو ما عندوش مخزون استراتيجي. طب انت سبت الرز بالاسعار الغاليه دي للتجار والمصدرين، طب لصالح مين وبأنهي منطق؟ طبعا الكلام ده كله بيصير علامات استفهام حول هذا الامر. وده احنا ابتدينا نتبنى الموضوع ده، واحنا بعتنا للسيد وزير التموين علشان هيشرفنا ونبتدي نسمع منه ايه بالظبط سياسه الوزاره وايه اسباب الاخطاء المتكرره دي، مش بس الرز حتى القمح كمان. دول نقطتين حرجتين، واعتقد ان هيبقى في جلسات ومناقشه عامه في مجلس النواب لهذا الامر، علشان احنا ما عندناش استعداد تاني، وانا بوضح ما عندناش استعداد تاني ان احنا نجد احتكارات في مصر. وهنا انا بسال سؤال مهم قوي. أيوة. انا مش عايز اقول احتكار، لان كلمه الاحتكار انها شبهه الاحتكار، لان الاحتكار ليه معايير قانونيه معينه. نعم. احنا عندنا مجلس او هيئه للتنافس وحمايه التنافسيه والحمايه من الاحتكار. نعم. فين بقى دي؟ ايه هو دورها؟ هل قامت بدراسه الموقف ده نفسه وابتدت تراجعنا، ولا الموضوع بالنسبه لها مش موضع اهتمام؟ احنا عندنا مشاكل موجوده. نعم. في هذا الامر بتؤثر على محدود الدخل. أكيد. كيلو الرز وصل للضعف. الانسان الفقير الغلبان مش هيقدر يوصل لغايه. واكيد مهم يعني سرعه تباني هذا الموضوع من قبل المجلس، واكيد اللجنه الاقتصاديه ليها دور فيه. بشكرك جزيلا وكيل اللجنه الاقتصاديه بمجلس النواب سيد مدحت الشريف، واستشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الامن القومي. مشاهدينا نتابع في حوارنا التالي قانون الصحافه والاعلام الموحد وبالتمهيد لمناقشته داخل اروقه مجلس النواب بعد الموافقة عليه من قبل الحكومة. وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون في شأن تنظيم الصحافة والإعلام وإحالته إلى مجلس الدولة الأحد المقبل لمراجعة الصياغة النهائية للمشروع بقسم الفتوى والتشريع تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب. وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي من جانبه أكد على أن هذا القانون سيكون موحدا للصحافة والإعلام وتفعيل ما يتعلق بالمواد 70 و71 و72 و211 و212 و213 من الدستور. العربي أوضح أن الحكومة تهدف إلى دعم الإعلام وجعله قويا، ما يؤدي إلى دولة قوية وتنمية مستدامة لبناء مصر المستقبل وتفعيل كافة الخطط المستقبلية والبرامج التنموية في إطار المخطط لعام 2030.
من جانبه رحب مجلس نقابة الصحفيين بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، والذي شاركت النقابة بجهد أساسي في إعداده ومراجعته على مدار عامين تقريبا ضمن باقي الهيئات المعنية في اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية. وأشاد مجلس النقابة بالروح التي اتسم بها تعامل الحكومة مع مشروع القانون من خلال اللجنة المشتركة التي ضمت وزراء وممثلي وزارات التخطيط والمتابعة والعدل والشؤون القانونية إلى جانب ممثلي اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، وهي اللجنة التي أعدت الصياغة الحالية والتي حظيت بتوافق جميع الأطراف على مشروع القانون. إذن قانون الصحافة والإعلام الموحد بعد إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته وإرساله إلى مجلس النواب لاستصدار القانون من أجل إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام. إلى أي مدى قرب الانتهاء من هذا المشروع ويضع ضوابط حاكمة لمعايير العمل الإعلامي؟ هذا هو محور النقاش. معنا في الدكتور مرعي مدكور، عميد كلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر. أهلا بك دكتور مرعي. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بك. معي أيضا أستاذ محمد الشماع، الكاتب الصحفي بجريدة الأخبار. أهلا بك. أهلا أستاذ بحضرتك. محمد، دكتور مرعي، يعني خطوة متوقعة الموافقة من قبل مجلس الوزراء، ويبدو حالة من الارتياح. يعني النهاردة نقابة الصحفيين أعلنت الارتياح بخصوص هذه الخطوة، وأكيد تتوقع من مجلس النواب وممثلي الشعب أن يكون عندهم نفس القدر من التوافق. تتوقع أن المناقشات حول هذا القانون في مجلس النواب كيف ستكون؟ هو حضرتك بمجرد أن أحال مجلس الوزراء هذا القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، يعني هو يحال لمجلس الدولة الأحد القادم، بعد كده هيحال لمراجعة، يحال لمجلس النواب. نعم. أن يصدر هذا يعني المشروع بقانون في هذا الوقت الذي يعني فيه يعني شبه انقسام بين الصحفيين وبين كذا، وبين وربما حالة خصام بين صحفيين وبين مؤسسات أخرى زي وزارة الداخلية على سبيل المثال، وأن يصدر مجلس الوزراء في هذا التوقيت بالذات هذا المشروع، فهذا مهم جدا، ويحسب لمجلس الوزراء وبخاصة أن السيد وزير الداخلية عضو مجلس الوزراء فهو لم يتحيز لأحد، وكان حرا، وكان يطالب بإصدار القانون والتعجيل بإصداره، ونحن لم نعهد قبل ذلك التعجيل بإصدار القانون، لأن القانون اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية من يوليو 2014 وقاعدين يشتغلوا فيه، وانقابة الصحفيين والجهات ذات الاختصاص والكلام ده، وأحالوا لمجلس الوزراء أن يحال في هذا التوقيت بالتحديد التوقيت العصيب، فهذا يحسب لمجلس الوزراء، وأن يحال إلى مجلس النواب فهذا أيضا فأل حسن، لأن الأول مرة لا يصدر قرار من مجلس النواب يعني بشكل مجلس النواب وحده، لكن الصحفيون، لكن الصحفيين هم اللي ناقشوا وعملوا وقعدوا كذا شهر يناقشوا يتداولوا يعملوا عملوا كل الحاجات اللي عايزينها ورفعوه للمجلس. الحالة الثالثة أن أغلب المطالب التي كان يطمح إليها ويجاهد من أجلها الصحفيون وردت في هذا، اللي هي حرية المعلومات، إتاحة المعلومات والوثائق، إلا فيما يمس الدولة. فيما يمس الدولة نحن في اصطفاف وطني كبير، وفي إجماع على كده من الصحفيين أو غير هذا، وأيضا حرية الصحفي وعدم إهانة الصحفي في عمله أو متابعته أو التضييق عليه، وأيضا اعطوا مساحة كبيرة من الحرية وإتاحة المعلومات حتى ينقلها إلى الناس، لأن هذا واجب الصحفي. هناك أمر مثلا تداولت بعض الأمور. نعم. ناس يقولوا طيب هو الصحفي على رأس ريشة. نعم، أنا على رأس ريشة في مهنتي ما دمت أؤدي واجبي بالشكل اللائق الذي ينضوي تحت القانون. والصحفي على رأس ريشة، العسكري على رأس ريشة،
اللواء على رأس الجيش. احنا بنتكلم عن وصول المعلومة كلنا. بما يحفظ كيان يعني النقابة وكرامة الصحفي، يعني ده أمر لا يعيب أحد. بالتحديد. طيب أستاذ محمد، في ارتياح في أجواء يعني نقابة الصحفيين في رأيك؟ يعني كان هذا واضح في مؤتمر اليوم بخصوص هذا الأمر، بخصوص قانون الصحافة والإعلام الموحد. هو بالتأكيد في شيء من الارتياح لمجرد إصدار مجلس إعلان موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون وإرساله إلى مجلس الدولة. ده في حد ذاته كان مطلب لجموع الصحفيين والإعلاميين. نعم. ويمكن انتظرناه طويلا وأخذ فترة زمنية أطول من اللازم، لأن إحنا قدام الحالة الإعلامية فيها حالة من الفوضى وحالة من عدم الاستقرار، وخاصة وإن يمكن في حالة عدم رضا من الرأي العام على الصحافة وأجهزة الإعلام بصورة خاصة. تتفق مع دكتور مرعي ان التوقيت يعني التوقيت مناسب، مهم جدا ومناسب، قد يخفف يعني من حالة الاحتقان اللي موجودة؟ بالتأكيد، لكن ده لا يمنع ان احنا بننتظر وصول مشروع القانون الى البرلمان، لانه انا في تصوري هيكون عليه تعديلات كبيره جدا، خاصه ان احنا لينا زملاء في تحت قبه البرلمان اكثر من 20 صحفي نوابا تحت قبه البرلمان. يعني شايف ممكن تجرى تعديلات اخرى على العقوبات السالبه طبعاً للحريات، يعني يكون طبعاً في تاني طبعاً تعقيب بالتأكيد عليها، لانه في رغم بعض تم تعديلها برغم تعديلها بالتأكيد، لكن هناك يعني مثلا عدم الاعتداء على الصحفي أثناء أو الإعلامي أثناء تهدية عمله كانت بيبقى اعتداء على موظف أثناء تهدية عمله. نعم. كان بتصل في القانون 96 لسنة 96 لحد من 3 سنوات إلى المؤبد للي بيعتدي على الصحفي أو الإعلامي أثناء تهدية عمله. تم تغييرها في مشروع القانون، أصبحت يعوض بمبلغ مالي. فمسألة طبعا خطيرة، إذا كان الموظف العادي، أي موظف في الجهاز الإداري للدولة اللي عدد 7 مليون موظف، لو أي مواطن اعتدى على موظف أثناء تهدية عمله ممكن ياخد من 3 سنين لغاية مؤبد سجن. فدي مسألة طبعا، وصحفيين بنتعرض لمضايقات واعتداءات ومحاولات خصوصا لما يكون العمل في الشارع. في الشارع طبعا بعد في حكايه الاحتجاجات وتغطية الاحداث والكلام والمظاهرات والاحداث بعض الوقائع الارهابيه اللي بتتم من ان لاخر، فدي مساله خطيره جدا جدا. هناك عدد من الملاحظات ومن الاعتراضات على مشروع القانون، اعتقد ان هتاكد يعني هتتطلب وقت كبير جدا للمناقشه تحت قبه البرلمان، خاصة وإني بس حرية إتاحة المعلومات، ما فيش ما ينظم حتى هذه اللحظة، ما فيش ما ينظم إتاحة الحصول على المعلومة. والصحفي أساسا بيعمل كل جهده، هو أساس شغله أو الإعلامي المعلومة، فما كانش يحصل على المعلومة في التوقيت المناسب وبالصورة المناسبة وبالتسهيلات المناسبة. شايف إن دي نقطة يعني يغفلها القانون؟ أغفلها القانون، ما اداش يعني إحنا عندنا، إحنا بنحترم طبعا إلا ما يمس أمن الدولة الوثائق، حتى في مادة من المواد إذا إن تم القبض على صحفي ولديه وثائق أو مستندات بيجرم إلا إذا يعني ما كانتش بتغطي عمله، يعني مثلا الوثيقة أو المعلومة اللي عنده أو المستندات اللي عنده في مجال عمله، من الممكن جدا ان هو يحاكم عليها ويتم تفتيش بيته ويتم تفتيش سيارته ويتم يعني مساله. نعم. اجراءات خطيره جدا، يعني هو جانب من التعديلات لحضرتك تماما. ايضا برضو الحريات، احنا في حريات في وفي مساحه كبيره جدا من الحريه، لكن عند التطبيق بتختلف المسائل خالص، ففي لازم يبقى فيه وضع ضوابط ثابته. يعني كل قانون 96 كان فيه مزايا كثيره، اعتقد ان القانون الجديد اغفلها وغلظ العقوبات. في قضايا النشر، قضايا النشر القانون 96 لسنة 96 قضايا النشر بتبقى جنحة، القانون الجديد عملها جناية. فدي مسألة خطيرة جدا. طب احنا بنقول احنا عدم الحبس في قضايا النشر بدل ما كانت جنحة نعملها جناية، بس واضح انه في الامور بتمس بأمن الدولة، يعني ده أمن الدولة، ده شيء ده ما مفروغ منه، هو ما يمس الأمن القومي كلنا بنقف تعظيم سلام ونحترم هذا. طيب ازاي نفصل ما بين الاثنين؟ طب اسمح لي أتواجه بهذا السؤال الدكتور مرعي، ما طرحه الأستاذ محمد الشماعي فندم من أمثلة على التعديلات اللي ممكن مجلس النواب يجريها، دوما هذه هي المعادلة الصعبة، ازاي أحافظ على جوهر حرية الرأي والتعبير وفي نفس الوقت الحفاظ على الأمن القومي في وقت بنحارب فيه الإرهاب؟ هو حضرتك هو قلنا أنا قلت في الأول أني عندما يكون هناك خطر ماسي بالدولة حتى في حالة استتباب الأمور تماما، فنحن في حالة اصطفاف للدفاع عن الوطن،
هذه يعني بديهة أساسية في المسائل كلها. القانون والقوانين كلها تحدد القانون ده، مشروع القانون قال حرية التعبير، حرية تداول المعلومات، لكن هو حضرتك هب أنني في صحيفة معارضة مثلا يعني وذهبت إلى شخص، ده مش بيمنع عنه الإعلام بس للمعلن مش للصحفي.